أنا في محافظ البحر الأحمر. مساء الخير على حضرتك، عيد الفطر المبارك، كل سنة وحضرتك طيب. العيد، الشواطئ، البحر الأحمر، القرى السياحية، الفنادق، إيه الإجراءات اللي بتتم؟ طبعاً لأنه عندكم كمان ناس يعني تحب البحر الأحمر والمنتجعات الموجودة في البحر الأحمر. مساء الخير يا فندم، أهلاً وكل بسيادتك سنة سيادتك. وحضرتك طيب وأستاذ بخير. المشاهدين بخير يا فندم، وعيد فطر مبارك إن شاء الله علينا جميعاً. آمين يا رب. حضرتك ابدا، هو مجموعه الاجراءات اللي احنا واخدينها هي من نفس السياق بتاع اجراءات مجلس الوزراء. نعم. مفيش عندنا شواطئ مفتوحه، ولكن احنا عندنا بعض الفنادق اللي حصلت على موافقه وزاره السياحه زي ما حضرتك عارف، وزاره الصحه، بالتشغيل، وهم حوالي 42 فندق. 42 فندق. ومنشاه سياحيه. ومنشاه سياحيه. ايوه. هيتتعامل معاهم ازاي يا فندم ال 42 دول؟ لا يا فندم، هو لا تعامل معاهم، هم عندهم تعليماتهم اللي هم ماشيين عليها. أيوة. اللي هي المقرره من وزاره الصحه ومن وزاره السياحه، سواء بالاعداد الغرف اللي هي 25%، اقامه، بيبقى في دور للعزل في حاله وجود اي اشتباه في اي حاله، شكل تقديم الوجبات ازاي، شكل الاقامه على الشواطئ ازاي، يعني كل الكلام دوت هم محطوط وبناء عليه حصلوا على التراخيص بتاعت التشغيل. نعم. ده بالنسبه لسيادتك للفنادق يعني. مين يا سياده المحافظ هيتابع او يراقب انه الفنادق دي التزمت بهذه الشروط اللي هي بناء عليها خدت موافقه بالعمل نسبه 25%؟ طبعا في جزء الموضوع ده الاجهزه التنفيذيه للمحافظه عندنا موجود، وفي جزء من وزاره السياحه، وفي جزء من وزاره الصحه. ولكن هو في ما بيني وما بين الدكتور خالد، يعني حتى ده كان خالد في بدايه الكلام خالص. وزير السياحه طبعا. نعم. قال لي لو في اي مخالفه انا هقفل الفندق بالتليفون، يعني عشان نبقى صراحة. وسيتم ايقاف تراخيص هذا الفندق لمده عامين. هقفل الفندق بالتليفون. بالتليفون. يعني احنا انا لو بلغته في كذا كذا وفي سبب مخالفه معينه، سيتم اغلاق الفندق ده لمده عام. طبعا اذا واخدين اجراءات مشدده. موضوع زي ما بنقول كده ما فيهوش هزار، مش قابل ان احنا حد يهزر في الصحه. لا 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 يا فندم، ومش معنى كده على فكره ان الفندق شغال، عشان انا برضه بقولها، ان هيبقى الشاطئ العام شغال. لان الفندق شغال، لما شغلت الشاطئ بتاع الفندق انا شغلته بقيود وقواعد معينه، لكن الشاطئ العام مش يعني له لسه دراسات اخرى وله شغل اخر. لا يا فندم، سياده المحافظ، الشواطئ الفنادق مش شغاله، مغلقه؟ شاطئ الفندق شغال يا فندم. شغال. شغال. وشغال بشكل وباسلوب معين متفق عليه، بمسافات معينه، بشكل معين، باسلوب تقديم معين للناس اللي موجوده، باسلوب تعامل معين. لكن الشواطئ العامه هي المغلقه. وفي عياده داخل كل فندق، وفي قياسات للحراره، وفي جهاز رابط، وفي العاملين داخل الفندق تم الكشف عليهم، يعني بقول لحضرتك اجراءات فعلا الحصول على الرخصه كانت اجراءات مشدده للغايه. لا، الشواطئ العامه يا فندم دي مغلقه. كل الشواطئ العامه مغلقه. هو ما فيش غير شاطئ عام واحد موجود عندي في مدينه الغردقه، ويمكن شاطئ في سفاجه وشاطئ في مدينه القصير. طيب بالنسبه للانشطه البحريه والمراكب. الانشطه البحريه حياتك المراكب. المراكب حضرتك، بالنسبه للمراكب بصفه عامه انا طلعت بيها قرار النهارده. ايوه. المركب اللي هو النزهه اللي بيمتلكها شخص ده يطلع، ولكن هيبقى مقيد تماما بمواعيد الطلوع 600 اللي هي الساعه 6 صباحا، عوده للميناء الساعه 4 مساء. تمام. يشتغل من 6 ل 4. من 6 ل 4. ايوه. طيب العدد اللي عليه؟ العدد اللي عليه عدده هو، دي المركب ملكه، يمتلكها زي بيته، او زي ما يستضيف حد، حياتك مستضيف حد في بيتك، ولكن في اطار الحموله بتاعته. نعم. يعني هو بياخد 12 على المركب 12 واحد. في حاله الربط اللي احنا كنا بنتكلم فيها قبل كده حياتك، ربط مركب بمركب. طيب الرئيس بتاع المركب حياتك هيكتب اقرار على نفسه. ده بقى مش مالك نفسه. انه ما يربطش مع اي مركب. رئيس المركب. رئيس المركب. هيكتب اقرار. عشان ايه؟ عشان ما يربطش مع مركب تاني. داخل المايه. مفيش، ممنوع الربط، ممنوع الزيارات او الوقوف على جزر.
ممنوع يعني يبقى في اي نوع من انواع التجميع داخل البحر. في حاله ما حدث اي مخالفه وده هيتم متابعته بمنتهى الشده. نعم. وعلى فكره انا بقول منتهى الشده ومن اكتر من جهه مش هحدد الجهات. مفهومه. مفهومه. انت فاهم طبعا. في حاله مخالفه هذا البحر يعني البحر ده مين البحر بالزبط. موجود في البحر بالظبط. اتفضل يا فندم. سيتم سحب تراخيص المركب، سيتم سحب تراخيص الرئيس البحري، سيتم سحب تراخيص المهندس البحري. طيب بالنسبه للمركب لا 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 تاني معلش سياده المحافظ تاني المخالفه 1 2 3 ايه وايه وايه سحب وسحب ترخيص الرئيس البحري. أيوة. نفسه مش هيطلع تاني على المركب. مش هيطلع تاني. تمام. لمده قد ايه محدده؟ محدده يعني احنا محددينها. بس خلينا شهر يعني نتكلم كده مبدأ. لا اكتر اكتر. طيب سحب تراخيص المركب. ايوه تراخيص المركب. أيوة. غرامه ماليه، غرامه ماليه على مالك المركب. كام؟ لا ده كل مركب طبقا لطولها وطبقا لحمولتها وطبقا ل والكلام دوت هيبقى متفق مع هيئه السلامه البحريه عليه. اقل واقصى الصغير والكبير كام؟ يتراوح من الى لا لسه ما حطناش لسه يعني ما حددناش. طيب ثالثا بالنسبه لمراكب النزهه، مركب النزهه دي حضرتك مركب نزهه بالايجار. يعني حضرتك عاوز تاجر مركب وتطلع في البحر. ايوه. المراكب النزهه عاده بتبقى عددها كبير. يعني المركب بياخد 40، مركب بياخد 50، مركب بيبقى كبير. فاحنا قررنا ان احنا نمشيها زي الفندق، هتبقى تاخد بس 25% من الحموله. يعني المركب ال 60 هتاخد ربعها. ايوه. بس فقط. ونفس القواعد والشروط المنطبقه على مركب اللي هي بتاعه المالك منطبقه ايضا على المركب اللي هي بالنزهه في حاله الربط او في حاله ان هو يعمل نفس المخالفات اللي احنا اتفقنا عليه. السفاري والغوص والحاجات دي شغاله ولا مقفوله كمان؟ لا لا ما تمام تمام يعني مفيش. الغطس مقفول. تماما. اللي هو السنوركلينج ده مقفول تماما، واي الانشطه البحريه مقفوله تماما. مقفوله. الا المصرح للفندق اللي برضه باشتراطات وزاره الصحه ووزاره السياحه. اللي مصرح له. طيب النهارده كان سيد وزير السياحه اغلق احد الفنادق في مرسى علم، ايه حكايه هذا الفندق؟ ايه المشكله اللي كانت؟ ده اللي كان لا. بعض العائدين من واشنطن اعتقد كانوا اشتكوا منه. هو في كان شكوى تكررت واحنا كنا تناقشنا في هذا الموضوع. وهو الحقيقه السيد الوزير ما خدش الاجراء بشكل مباشر لان كان الشكوى من بدري شويه. ولكن لما فحصنا الموضوع يعني وهو تاكد منه بنفسه اغلق يعني الفندق يعني. ولكن عاوز اقول عاوز اقول لسيادتك حاجه، هي مخالفات يعني تتعلق معظمها او يعني زي ما قلنا احنا ليه حبينا ان احنا نتاكد من هذا الموضوع؟ لان كان في بعض الشكاوى يا فندم كيديه خلال فتره معينه، وسيادتك عارف كان مين اللي بيقوم بيها. وكانت حاجات اثاريه شويه. لكن الحته ديت لا، اشتكى اكتر من حد من سواء من الخدمه ومن يعني حاجات من النوع دوت. اتقفل لمده كام؟ لا ما عنديش خلفيه يا فندم. مخالفته هو بيحددها. يعني السيد وزير يعني السيد وزير السياحه هو بيحدد هو هيقفل قد ايه؟ هيقفل سنه، هيقفل لحين مثلا ست شهور مثلا انه او اذا كان في مخالفه محدده في حاجه محدده. يعني احنا عندنا بعض الفنادق هنا بيقول انا هقفل لحين تلافي او المخالفات اللي موجوده عنده بيتلافاها الراجل، بيجي لجنه من عنده بيشوف اذا كان تلافى هذه الملاحظات بيعيد تشغيل المنشاه السياحيه. لو حد النهارده جاي اتوبيسات طالعه البحر الاحمر بكره ان شاء الله كده. أيوة. عشان نبدا الاجازه، هل الاتوبيسات دي مسموح انها تدخل؟ وايه نوعيه الاتوبيسات اللي هي ممنوع انه مش داخله عندنا زي شم النسيم كده؟ احنا فندم بصفه عامه القرار بتاع السيد رئيس مجلس الوزراء مانع الحافلات اللي هي التنقل ما بين المحافظات من خلال المواصلات العامه والحافلات وخلافه. ولكن اذا كان الشخص دوت معاه الحجز بتاع الفندق بتاعه والفندق الناقل ناقل مجموعه علشان يدخله على الفندق بتاعه المرخص له،
فطبعا ده هيخش يعني بشكل طبيعي جدا، مفيش اي مشكله بالنسبه له. نعم. السيارات الملاكي، السيارات الملاكي اذا كان طبعا من قاطني الغردقه طبعا له بيمتلك مكان بيت او مكان او حاجه زي كده، اهلا وسهلا مفيش اي مشكله. ولكن احنا هننفذ تعليمات بالحرف بتاعت السيد رئيس مجلس الوزراء ان احنا المواصلات اللي هي العامه وما بين الطرق والكلام ده هيمنع تماما. النقل العام والحاجات دي مقفول ممنوعه؟ لا ممنوع. ممنوع. لكن تماماً. الميكروباصات والاجره والملاكي شغال؟ شغال. ده هيكون ده شغال. لا الميكروباص والاجره ايه يا فندم؟ يعني بينقل ايه؟ لا داخل محافظه البحر الاحمر بينقل داخل الناس. المحافظه داخل المحافظه شغال؟ لا شغال طبعا. لكن اللي جاي من خارج المحافظه مش هيسمح. لا لا لا, لا 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 وشغال هيبقى شغال برضو زي ما احنا متفقين على التوقيتات بتاعت الحظر، يعني حتى الساعه الخامسه مساء. لسه بنستقبل رحلات العالقين من الخارج؟ والله يا فندم ان شاء الله باذن الله احنا عندنا يعني رحله كمان ان شاء الله من ضبع، لسه بس مواعيدها ما اتحددتش، يعني يمكن الفجر النهارده باذن الله توصل النهارده؟ توصل النهارده ان شاء الله. عليها كم واحد؟ 400 ان شاء الله. 400 واحد مصري؟ ان شاء الله. هينزلوا في مرسى علم ولا الغردقه؟ لا هينزلوا في الغردقه، وهيكون فتره الحجر اسبوع بس. ايه الحكايه من 14 يوم لاسبوع؟ ايه اللي خلى ان احنا بنخفض هذا الامر؟ لا مش بتاعتنا دي، دي تعليمات وزاره الصحه، يعني هو كان الحجر 14 يوم. فهم الكلام كان على اساس اذا كان الكشف المبدئي على الشخص بيقول ان هو مش ايجابي او ما فيش اي علامات فهو يبقى اسبوع، والاسبوع الاخر بيبقى فيه تعهد بان الراجل دوت يكمل الاسبوع الاخر يعني في حجر منزلي او في بيته يعني. نعم. فده دي كانت التعليمات، ودي جت من 48 ساعه يعني ده اللي جاري تطبيقه حاليا يعني. طيب في ناس خلصوا ومشيوا يعني بعد هذا القرار مشيوا؟ في كتير؟ ناس مشيوا، حتى نزل كمان في سفاجة انا اسف في مرسى علم بدا ناس خلاص تخلص، في ناس هتخلص على يوم الجمعه اللي جايه. ايوه. في طيران جاي لسه ما تحددش الجدول بتاعه، لسه ما نزلش. نعم. ده هيكون غالبا يبدا من بعد العيد. وده برضه هيشتغل على الاسبوع، حتى هم يعني يمكن النهارده كانوا منزلين منشور ان اللي قعد فتره او كان دافع مبلغ لفتره الاسبوعين ومن حقه ان هو يسترده من خلال جواب من الفندق بياخده وبيسترد المبلغ بتاعه او متبخي المبلغ بتاعه من شركه الطيران، لان كل الحجوزات كانت من خلال شركه مصر للطيران. من مصر للطيران. يعني لو فرض ان سيادتك كنت حاجز ال 14 يوم ودفع القيمه بتاعتهم فسيادتك ما قعدتش غير الاسبوع دوت هتسترد قيمته من هتاخد جواب حضرتك انك قمت اسبوع فقط وهتسترد المبلغ من مصر للطيران. سياده المحافظ الاجراءات اللي هنعملها اللي هي خاصة بالزام الناس انها تبقى في ارتداء الكمامة هتطبق ازاي يا فندم في البحر الاحمر في الضوابط بالنسبة لوسائل النقل بالنسبة للشغل بالنسبة للبنوك هيتم تطبيقها ازاي؟ طب انا هقول لحضرتك حاجة، يعني انا يمكن من قبل ما القرار يبقى فيه او الزامي احنا مش هقول طبعا بنسبة 100% لكن هقول احنا في البحر الاحمر بنسبة 80% مطبقين. يعني حضرتك لو دخلت من اول ما تخش البحر الاحمر مش هتلاقي حتى من حدود البحر الاحمر. نعم. مش هتلاقي فرد واقف على كمين مش لابس كمام. يعني ده بالنسبه للداخليه والمرور وخلافه. البنوك مطبقه، يعني الكلام ده مطبق، احنا ديوان المحافظه مطبق. يعني بتكلم على المواطن مش الموظف، بتكلم على المواطن. طبعا طبعا يعني لسه في كتير انا يعني بشوفه اثناء المرور. لسه طبعا احنا ما طبقناش بقى رسمي يعني. هذا الكلام هنطبقه يعني. لكن انا بشوف كتير وانا بتحرك او وانا بمر ناس كتير لابسه كمامات، يعني ناس كتير ماشيه بكمام. نعم. احنا يمكن كمان برضه عاوز يعني الفت نظر حضرتك لحاجه، يمكن احنا عندنا مقيمين كتير اجانب. فاساسا الاجانب لابسين الكمامات، فبدا يبقى في داخل المحافظه شكل من اشكال الالتزام بهذا الموضوع. يعني شايفه حتى من الناس العاديين.
وانا كنت بمر برضو على احد المشاريع الخاصه بالصرف الصحي عندنا، وكان العمال المتواجدين شغالين في هذا الموضوع، وده كان فيه تشديد جامد قوي على الموضوع دوت. فوجدت الحقيقه برضو في التزام بلبس الكمامات يعني. تطبيق الحظر يا فندم عند حضرتك بيتم ازاي؟ طبيعي جدا، هو من الساعة اللي هو الحظر طبعا الفترة اللي هي هتكون بتاعت العيد دي. الفيديوهات اللي جاية يا فندم الساعة 9:10 من عند حضرتك، ما شاء الله. خلينا نقول ما شاء الله. في حد ماشي في الشارع يا فندم؟ أنا أهو. لا أنا مش ده، مفيش عصفورة بتطير حتى، مش حد، عصافير بدور عليهم مش لاقي موجودين. لا مفيش يا فندم، لا لا مش حد، لا ما هو ما شاء الله. ولا شوارع جانبية يا فندم. يعني لو هقول لحضرتك حاجة، أنا مش شايف الفيديو والله. لكن لو حضرتك برضه شوارع، لا انا جاي الفيديوهات حالا اهو. انا لو شوارع جانبيه برضه مش هتلاقي حضرتك حتى الجانبيه، لا ولا الجانبيه حضرتك ولا. في التزام واضح طبعا، الداخليه قايمه بدور جامد جدا 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 الحقيقه يعني. لا والناس واضح في التزام كمان كويس يعني، الساعه 9 يكون 9:10 بالظبط يكون كده هايل. هم اهل البحر الاحمر بيخافوا على بلدهم يعني بمنتهى الامانه، انا بقول لسيادتك. وحته ان هم عاوزين يعيدوا السياحه للمحافظه، وان هم يشتغلوا ان شاء الله باذن الله. هم يعني في امل كبير باذن الله ان احنا يعني احنا ماشيين كويس ان شاء الله باذن الله. الاصابات اللي عند سيادتك كام كلها دلوقتي؟ لا يا فندم ما عنديش الحمد لله. ما عنديش الحمد لله. لا لا يا فندم ما عنديش. لا لا بجد؟ لا ما فيش. طيب ما ده خبر مفرح. لا لا مفيش يعني. ما عنديش البحر الاحمر اصابات؟ لا كان يمكن اول امبارح في حالتين او ثلاث حالات يعني. لكن انا بتكلم سيادتك على حاليا، النهارده مثلا مش ظاهر حاجه، امبارح مش ظاهر حاجه، بس انا بقى والله يعني الواحد بيقلق ان هو يقول يعني. لا يعني ما احنا طبيعي ممكن. لا لا خبر كويس انه امبارح والنهارده ما عنديش حالات، وارد يبقى في حاله بعد كده اتنين، ولكن بتكلم انه ما عنديش اعداد كبيره. لا 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 مفيش مفيش الحمد لله. طب الحمد لله.